كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بشوفتكم انا والله العيد بعيدين. كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بشوفتكم انا والله عيد بعيدين. بالعيد انا قلبي يهنيكم، ودعنا ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعينا ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بمناسبة عيد الفطر السعيد، أقول لجميع أساتذتي وأطري مدرستي الجميلة جيل المعرفة، عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله صيامكم وقيامكم. شكرا للجميع، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة العيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات لكل أساتذتي وأطر التربوية وأصدقائي وجميع تلاميذ مؤسسة جيل المعرفة. كما أود أن أشكرهم على مجهوداتهم المضاعفة في هذه الفترة. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، حفظكم الله. السلام عليكم، أنا سعد العمر. بمناسبة عيد الفطر أهنئ جميع أساتذتي، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد لجميع أطر التربوية في جيل المعرفة، لأصدقائي وصديقاتي في الدراسة، أتمنى أن تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك وسعيد لجميع أطر التربوية في جيل المعرفة، ولأصدقائي وصديقاتي في الدراسة، أتمنى أن تكونوا بألف بألف. السلام عليكم، يسرني ويسعدني أن أتقدم بأصدقي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أساتذتي وأطر مدرستي وكل أصدقائي. كما أود أن أشكرهم على مجهوداتهم الجبارة. عيد مبارك سعيد. السلام عليكم، معكم ياسر فينو، تلميذ مدرسة جيل المعرفة. أقدم أحر تهاني لكم بمناسبة عيد الفطر للأطر التربوية وجميع أساتذتنا الكرام، وأرجو لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم، بمناسبة هذا اليوم الفضيل، مناسبة عيد الفطر، أحب أن أهنئكم وأعواش مبروكة، عيد مبارك، وأتمنى أن تكونوا بأحسن حال. وأشكركم كل الشكر على جهود الذي تبذلونها لنتعلم كثيرا من المعلومات ونكون في أحسن حال. وأشكر شكرا جزيلا للأطر التربوية التي أتت بهذه الفكرة بأن ندرس عن بعد، كانت فكرة رائعة، هكذا تعلمت كثيرا. وأشكركم ومع السلامة. يا معلمتي،
أتمنى لك عيدا مباركا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأحلى التبريكات والتهاني إلى أصدقائي وأساتذتي وكل الطاقم الإداري، وأخص بالذكر السيد المدير، ولا يفوتني أن أشكركم على كل ما قدمتم وما تقدمون من أجل إتمام مسيرتنا الدراسية، وأطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء لكي نعود إلى حياتنا الطبيعية. وإلى ذلكم الحين إلزموا بيوتكم وتابعوا دراستكم. وشكرا للجميع وعيد مبارك سعيد. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعنا ربنا يخليكم.